مشاهدي قناة وكتلي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء ومناسبة عيد المرأة اللي هو 8 مارس. احنا الآن مع المصممة فاطمة المزواري اللي تبارك الله عندها الحرفة تقريبا نقولوا في الظل، خصوصا أنها ورثاتها من الأم ديالها ورثاتها للبنية ديالها. نخليكم معها وغتقول لنا نصائح البنات والشابات اللي تا هما باغيين يشقوا طريقهم في هذا المسار هذا. نخليكم معها. السلام عليكم الحاجة. السلام عليكم. قدمي لنا راسك. معك مزواري فاطمة، الأم ديال رانيا جنات. كان بهذه المناسبة كنحيي كل مرأة مغربية اللي كتشق طريقها بيديها، وهذه فرصة لكل بنت بأنها باش تبدا. أنا بديت مع خديت هذه الحرفة على الوالدة ديالي وخدتها حتى الأخ ديالي وفاء، وهذا من هذا المنبر أنا كنقول لكل بنت بأنها تواصل في أي ميدان، ماشي غير في الميدان ديال الخياطة ولا في الميدان، في أي ميدان اتجهت فيه يعني تاخذ الوقت ديالها وتاخذ، لأن تبارك الله دابا راه حنا كنشوفوا كل مرأة راها في يعني في الدومين ديال الطبيبة، محامية، قاضية، يعني تبارك الله مشاو في جميع المرأة تبارك الله زعما مشات في جميع تألقات في جميع وعطات، يعني حتى العطاء عطات، يعني كنشوفوهم تبارك الله راهم وصلوا في بزاف الامور. انا كنطلب من هاد البنيات اللي الله باديين وبحال بنتي ومن غير بنتي يعني يتمشاو في هاد الدومين ديالهم بكل جهد، يجتهدوا ويزيدوا القدام هكا وداكشي، لاني انايا دابا بحكمي زعما عرفت بزاف ديال المهن. انا كنت كندير الخياطه، كنت كندير الديكور، كنت كندير الطبخ، يعني تبارك الله يعني عندنا بزاف ديال فهمتي، مشينا بزاف ديال الطبقان، ولكن هاد الطريق ديال الخياطه فيه واحد الحب، يعني كتعطي قد ما كتعطيه كيعطيك، وهو تبارك الله هو شويه صعيب، ولكن يعني بحال كتقولي بحال شي فن، يعني ملي كتخرجي انت كتمارسي بعدا كتشوفي الخياطه، كتشوفي الناس، كتلاقي مع يعني عندك جديد كل نهار كتشوفي حاجه، وتبارك الله هاد المصممات البنات اللي طالعين دابا عطاو فيه كثر، عطاو فهاد الخياطه زعما ما بقاتش غير تقليديه، والتي كتشوفيها عصريه تقليديه، لكن الابداع كثير وكثير بزاف. ومن هذا المنبر انا كنشجع كل مراه مغربيه زعما كافحت ومشات واجتهدت، يعني كنتمنى لكل وحده الخير، وتبارك الله راه زعما في هذا الدومين راه عطاو بزاف، وحنا كنشوفوا زعما مصممات، كنشوفوا خياطات، كنشوفوا بزاف ديال هذا الشيء، والحمد لله. دابا انا بنتي هي والشريكه ديالتي عارفي سعاد، تبارك الله راهم يعني زعما مده ماشي قصيره وعطاو، يعني مده ما كملاش عام، يعني راهم دابا هادشي كما كتشوفي المحل عمار، ورغم انهم زعما بنتي باقا صغيره يعني مشات في الدومين، واخا شويه انا كنقولها وكنعاودها راه صعيب، ولكن الحمد لله هما دابا ها انا ذاك بلاصتهم، وهما خارجين دابا هما كيقديو، سيرتو انك تعرفي رمضان على الابواب، وخاص زعما دائما باش تدخلي الجديد وتدخلي الحوايج وتدخلي الجلالب، تبارك الله ولاو لي كيمونو ولاو فهمتي، كتعطي خاص كتعطي لكل واحد النوع ديالو اشنو بغا، كاين اللي باغي الكيمونو، كاين اللي باغي الجلابه، كاين اللي باغي القفطان، كاين اللي باغي فهمتي، ولكن دائما كيبقى تقليدي الجلابه تقليديه ولبسه تقليديه مغربيه زعما في العالم، يعني تبارك الله ولو زعما داروا عليها زعما بزاف ديال لي موديرن وهذا، ولكن انا بالنسبه لي كتبقى جلابه مغربيه، كتبقى جلابه تقليديه، وكتبقى القفطان المغربي اصيل اللي راه وصل العالم. الله فاطمه نرجع معاك للزمان، كيفاش انت صغيره ولدتي هاد الحرفه من الام ديالك؟ انا كانت الوالده كتخيط، وكنا انا كنت كنقرا ولكن كنت كنشوفها، ولكن ما لقيت راسي خديتها بلا ما كنحس فهمتيني، بديت هكا داكشي بديت غير بشويه، بحال دابا انا كنشوف الوالده كدير هذا كنبقى نقول لها اشنو هادي، اشنو كديري، اشنو كتخيطي، واشنو كتفصلي، اشنو هاد النوع ديال هاد السفيفه، اشنو النوع ديال هاد مثلا جلابه كتمشي بالرانده، كاينه اللي كتمشي بالسفيفه، كاينه اللي كتمشي بالقطيب، كاينه، وهي كتشرح ليا كتبقى تقول لي لا راه كاينه هادي راه كاينه هادي، وخدينا تبارك الله. انا لقيت راسك قلتي دابا وعندي وفاء اختي مشات في واحد الدومين ديال الرومي، هي كدير رومي بلدي
وبنتي قرات في كوليج لاسال، مشات لكوليج لاسال وقرات، يعني دات فيه 3 باش سميتو خدات الدبلوم ديالها، وهي دابا كتشق طريقها بشويه بشويه. تبارك الله كنتي شجاعه، يعني كاع انا كنت شجاعه بزاف، داكشي انا يديها في يديها حتى توصل، فهمتيني؟ ان صعيب باش غادي فهمتي، صعيب باش تكون بوحدها، رغم ان دابا كاينه هي وهي الصديقه ديالي كما كنقول لك عارفه سعاد، ولكن صعيب باش فهمتي، خاص دائما تكوني خارجه، دائما تكوني حاضره باش تعرفي الجديد، تعرفي بان راه بزاف ديال الحوايج يعني خاصهم يتعرفوا في هذه الخياطه، ماشي ان يعني الخياطه ديالهم راه محدوده ما يمكنش، فهمتي؟ خاصك بزاف ديال، خاصك تخرجي تجيبي الجديد تجيبي، وما تبارك الله البنات دابا مصممات خداو الرومي في البلدي، وتبارك الله راه المسيره غادا ان شاء الله. لا فاطمه، رسالتك للسيدات والفتيات والبنات، شنو تبغي تقول لهم بمناسبه عيد المراه؟ انا كنشجع كل مراه مغربيه تبارك الله، لا اللي باكه في الدار راها كتربي، راها تربي اجيال، وتبارك الله راه مادام باكه في الدار الا وراه كتعطي، راه كتربي دوك الوليدات، ودوك الوليدات تا هما راه غيخرجوا واحد النهار وغادي يعطيو. كنحيي كل مراه مغربيه انها خارجه لهذا الميدان، لا في التعليم ولا في المحاماه ولا في القضاه ولا في ولا طبيبه، راها كتعطي بزاف، ولا في الخياطه تبارك الله، راه حنا كنشوفوا دابا مصممات خياطات، راه كل وحده يعني كتعطي داك الشيء اللي عندها، وانا كل سيده كتبدا في المجال ديالها، وانا كنبغيهم يبغيو هذا الشيء بالحب، فهمتي؟ لان المراه خاصها تكون ذاتها بذاتها، خاصها تعطي، خاصها تبين ديك، تستقل بروحها بعدا وتعرف بعدا ذاتها اشنو بغات، وتعطي بداك الشيء اللي هي بغات فيه ان شاء الله. وكنتمنى كل الخير للمراه المغربيه، راه تبارك الله راه مشات في العالميه ماشي الا في المغرب. شكرا لك، شكرا لك لاله فاطمه. وهنا مشاهدي قناه تبتدي، كنتمنى ان هذا المباشر ينال الاعجاب ديالكم، وعيد مرأة سعيد لكل امراه في ما كانت، وخصوصا المراه المغربيه المراه المناضله. وهنا كنشكركم مشاهدي قناه تبتدي على حسن المتابعه، والى اللقاء.